والله في اشي تطلع. انا شايف في اشي بالمقعد او بغز يلايون صح؟ يما يما يا ريت بسم الله اعوذ بكلمات الله التامات ان شاء الله. طيب مغامرتنا اليوم بقصر مهجور من 85 سنه، طبعا معي عدي ابن العم ابو حياري، طبعا عمر البناء من 1325 هجري. خلينا ندخل جوا ويشرح لنا عن المكان. طبعا اليوم جيت مع عدي ابن العم ابو حياري، اخذنا على قصر مهجور من 85 سنه، راح يشرح لنا عن المكان. بس قبل ما نبلش المغامره صلوا على النبي، والمكان في أصوات من هسه عليك صحيح عني. جماعة الخير خلينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قبل نبلش بأي كلام. اللهم صل على سيدنا محمد. جماعة الخير هذا القصر صنع عن 1325 هجري. طبعا القصر يا إخوان له 85 سنة مهجور. طبعا البيت مسكون هسه البيوت العادية اللي بيها سكان أوادم تلاقيها مسكونة العالم السفلي. في عندك عالم السفلي، في عندك عمار عمار وفي عندك جميع الأنواع من الشياطين. أكيد وعوذ بالله من كلمة شياطين، وعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في جامعة الخير كما قلنا لك الصراحة نخليكم تشوف من إلى مع التصوير مع أخوي المصور وأخوي محمد المغامر ما شاء الله. وزي ما قلت لكم يا جماعة الخير أخوي محمد يعني أنا إلي فترة بتابع به وبشاهد للمغامرة والله يعني مغامرة فعليا مشوقة حلوة. أنا بصراحة ما يجي على بيوت أكون صريح معك على البر أبدأ أنا بر عرفت لي. بس أنت قلت لي أنه إذا بي بيوت مسكونة أو شاء الله زي ما بدخل هاي اللي بدك عرفت لي. أكيد أنا خوف ما فيش بن آدم ما بخاف، اللي ما بخاف ما بخوف. أكيد طبعا أنا بن آدم هني جامعة دليت على الموقع قال لي خليك معي واطلع معي واشرحني عن الموقع من ليلة. طبعا احنا يا اخوان داخل مدينة عرفت علي، بس المنطقة اللي احنا ساكنين او اللي جايين عليها ما فيها سكان، كل البيوت مهجورة زي هيك قديمة يعني منطقة كاملة. اذا راح نطلع فوق على الطابق الثالث راح نصور للناس كمان انه كيف المنطقة مسكونة بلاتها يعني من البيوت المهجورة اصلا كان فيها سكان وراح عرفت علي. وفي منه الشارع هذا تحت في شفتي اذا خليني نقول على البيوت على مغامرات البيوت اسمع زي ما قلنا يا جماعة الخير راح نخلي التصوير اقيم مصور راح يصوركم عن الطابق الثالث والرابع من لإلى كيف البيوت اللي حول القصر هذا مهجورة. وخليكم معنا وأصلا راح تشوفوا من لإلى توقع خلينا نكمل يلا خلينا نقول يلا بس تشوفوا بغرفه هاي هاي تعال هات بسم الله. وعن الحال كيف السلف؟ كيف تيجي جوا سلف؟ كيف الشمعات تيجي كمان؟ تيجي مش طبيعي. بس هاي يعني سؤال. نعم. هاي الزبائن وين تيجي؟ هاي من السكان اللي كانوا قدام هاي المنطقة. يعني هسه هذا القصر أربع طوابق. بس البيوت الفوقية عرفت علي؟ عليات يعني خمس طوابق ست طوابق اللي بنا. عرفت علي؟ هذا بقول لك هذا حكي زمان سكتوها من السطح توقع من غاء اللي شايفها من غاء. نعم صحيح يعني أسأل إيه أخوي مبين أسأل أخوي محمد اللي سمعي من فوق وتنزل يعني كان يجيون من فوق البيوت الأولانية خلقين يعني بنت قبل يعني بدك تقول قبل 150 و 200 سنة انبنت فتلاقينا عند البنية هيك يرحلوا والمنطقة هاي ما كانوا فيها سكان عدد كبير عدد كبير ما كان فيها وطل انه كنت لقيت بتحت المناطق كيف جوائز كيف نظام ال اكيد طبعا كيف معمول تلبس كيف معشش فيه حتى الانكوتات يعني بشي فنيل قدامك تفضل كم كان مولع محروق يعني اللي سكنوا هون ما بتعرف شو صار معهم جوز جاب الجواز جوز اللي هو البابور البابور اللي طلع في مزيان ما بعرف يا خليل، أبغى أسألك هنا برا الأمانة، أنت ليه؟ هون برا الأمانة. لسه الطابق الثالث والرابع إحنا أخطر طابقين. بسم الله. طبعاً شكلت برا. هاي جزرات هيك هي. طبعاً في عندك إن شاء الله البول بس لسه من الطابق الثاني. تقدر تطلع عندك من نظام البلكونه هذا بشوف من ورا يا هذا من ورا بشوف
لهمك شيء. نعم. يعني بيوت وهيك. إذا البيوت بيني. ها. شو في؟ صوت. في أصوات صح؟ لسه هذا الطابق الثالث صوت الطاولة فوق. هاي صوت خبط فوق سامر. لسه بعدك ما بلشنا شو المواقف اللي حصل. خلينا نسترجع عشان نطلع فوق. يلا نروح العمل الحدث. شوف شو صار معنا الحدث. خلينا نعمل. تمام؟ طبعا نتفرجوا هون كيف. زمان اول كيف كانوا يصنعوا بالتراب الاحمر والتراب الابيض. هاي شايفها؟ ايوه. نعم. ايوه. يخلطوه بالتراب الناعم تليه ويعجنوه يجيبوا الحجر زي هيك الاصفر عرفت علي والحجر الابيض كان لونين للحجر اللون الابيض واللون الاصفر عرفت علي زي هيك قطع ما هم مكسره يحطوهم فوق بعض يبنوا زي نظام سلسال وشو بيناتهم يحطوا يحطوا اللي بيناتهم اللي هو التراب واللي هو التبن عرفت علي عشان يضلوا ايش تفرجوا يا اخوان شايفين كيف في صوت مشي فوق مش هو الطارد يعني هو النعام شايف كيف؟ تعال صور لهم كيف؟ هي يرجع مش هذا مثلك الطارد الثالث فوق صرق يعني طنون تعمل طبق الثالثة طبق الثالثة؟ من طبق الثالثة خلي العالم ايش؟ نطلع عارض يلا يلا كيف صورهم يلا خليه يصور بالكاميرا جوا يشوف كيف خليه بالله الكاميرا شكله يتحرك بعيد عنكم ولا هاي الأصوات يا الله فوق 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 بسم الله طبعا مين هو وين واحد يمين وواحد يسار هلا والله هلا والله طبعا تترك كل اللي عندك تعال عندي خلينا نكتشف واحد واحد مع بعض بس الناس يقول لك كيف عرفت واحد يسار وواحد يمين بس اول ما طلعت البسطة شفته واحد يسار وواحد يمين هاي لسه كمان في طابق فوق شايف وهي هون البيت كمان فوت صوت كيف؟ طب كيف البلاط؟ شنو معيتي البلاط؟ شايف كيف في البلاط؟ هذا زي بلاط بلاط جدي في فلسطين قبل 100 سنة نعم هذا بلاط فلسطيني نعم شو اسمع كيف مزحت؟ هذا بلاط فلسطيني هم لا يوجد منه بالأردن إلا بيوت نادرة يعني اللي زمان اللي كان معه مصاريب كان يجيب هذا كان يجيبه عرفت علي؟ شوف هي لسه صوت فوق مين أخضر طيب في صوت والله في اصوات مش صوت روش كيف من الليل بسم الله كانوا من البيوت يحطوا جسر زي ما انت شايف عشان يلقى عشان يلقى السقفيه كان يحطوا الصوره زي هيك معلقه بالسماء عشان البيت يتحمل ثقل ووزن ويضلوا ايش محافظ على الصوت طبعا خشب الرب كله بدي خشب الزاد يلا صار يبدا يمشي والله بس في كيس معلق على الشباك انا من حد ما لقيت سحر فضلت اقرب هاي القصص وانا انا لقيت كثير من هاي سمعت؟ دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك بسم الله في حد هون؟ في ناس هون؟ في حد هون؟ اها انه
شخصيه اللي شيء اسود عرفت لي او انه كان بيجي شيء اسود واختفى بسم الله يلا طالع فوق اسمه صوت المطار اللي فوقينا يلا لا طيب ايه تون في صوت الحمام بس ما ردت انا قلت في صوت الحمام بسم الله سمعنا تنشت من هذا البيت ها ها شو اللي قاعد يعملها سبي صوتهم هذا المكان ما اكتشفنا بعدنا جوا هيك شو هذا في داعي؟ ما بقدر اجي هون انا طلع معنا خاد 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 الكاميرا صعب توصل صعب 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 يا الهي شو هون؟ شو هذا؟ زي المنظر استنى استنى في شيء هون كمان طلع في فتحه في شباك في شباك كمان هون في فتحه هون كمان بس وين مداخلين هنا مش عارف وهيبي هون كمان انا خايف يجي حدا يلبسني يوقعني تحت دير بالك دير بالك تعال خلينا نكتشف هسه اللي هون ونطلع عندك فوق تعال صح في غرفه غير كبير الغرفه مسوي شيء هاي اللي انا بحكي عنها ايش هاي ما بعرف شو هي وين بتودي تعال هسه نشوف من وين شو بسم الله كلمات الله كلمات هذا ما خلص كتاب الله مش هذا الله مش كتاب الله ويشهد علي الله يشي كان يطلع لي من حفة الدرجة يما يما الخيال أقسم بالدين ييه كيش على بدني ييه أنا شو كيش على بدني أنت كيش على بدني أنا شو بدي أسوي بدني والله ترى أقسم بديني ما بتخوت والله العظيم ما بتخوت علي بيطريق كمان اللي قاعد يتخوت عليه والله العظيم انا ما حد شيء هيك انا عشان اكون صريح معك وسادي يا انه بس لون سكني والله ما اللي شفته انا شفت خيال اسود يا بي شيء اللي لمحته بس هي زي بس طلع خيالنا نفس خيالنا بس شيء صغير اقسم بديني ما بتخوف صوت طنجز من نفسي مين هون؟ مين هون؟ يمكن في ناس من بيتهم مجدلين على الحمد ايه؟ لحد هون؟ سمعت؟ في حد هون؟ صوت حكي صوت حكي ولا مش هون؟ في صوت حكي يما طلع والله في اشي طلع انا شايف في اشي بالمقعد او بوغ زي العيون صح
شايف انتي؟ لا يما يما يا ريه بسم الله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله بسم الله مش مرتاح للجهة هاي. رد علي مرونة شغلات إذا هون هيك صار معنا. بيها دم أحمر طلع دم شايفه؟ شاي دماي شبت؟ خلتها إيش هاد؟ تعالي أنا بها نفض النسحب خمو دبتك ما تفضل لي هيك المتهب ونرجع خلاص مزق طوال مكان هاي حيث اسمع لا هو هادي ولا هو في إشي ولا مش فاهم أنا مش فاهم أنا دخلت كثير مغامرة صرت عامل في حياتي الجسم 50 مغامرة فعليا صدقتك يوم قلت بيش وانسوا لي حكي صرت عامل 50 مغامرة بجسم في حياتي عمري بدخلت بيت سيارات ترى حتى كيف حتى انت لاحظ بيت كله عظم عظم ليش هذا مش عارف ترى شوفوا ترى بتعرف انه العظم طعام انت اكل الجن نعم صحيح تعرف هذا هاي المعلومه ولا لا نعم صحيح بس هذا عظم ايش هذا هاي قرنه قرن صاروخ مش عارف لا لا هاي عظمه بس عظم ايش مش عارف صلاه دقيقه ولك هاي هاي كمان وحده كنت تعبت الصدر البني ادم او شيء زي هيك هذول تعون لسه نحكي لك شوف بسم الله هذا هون هاي هي جهه مش طبيعيه هاي البلاط اساس انه اساس انه مش مكمل جد يا زلمه اه بقول لك اساس انه كان لازم ينسكر هون صورهم دقيقة دقيقة اسمع واضح انه بيجي حيوانات هون طلع اه بس اسمع بي صوتهم هاي السيدة توقع اه دير بالك هذا الفخ التحسين اف ايش والله يزم بدك توقع حي يزم علينا هدي يا زلمة بتهز فينا الارض قاعدة يا اخي في حجر بلمع زي الالماس اقسم بالله ايوه هي يلا الالماس ايوه اه والله ايوه على الحجر الاصفر حجر هذا بالله هي. والله حجر الالماس هذا شكله شو ايه والله طلع الحجر الاصفر ترى في لمعه قويه كمان اي ايش فيه يما اوعى وقعت فينا هي يما والله حط ايده على راسي يا زلمه اقسم بالله تعبت مش عارف شو حسيت يا زلمه بعرف شو اللي صار معي اقسم بالله تعبت لا طب كمان شو بقول لك انا شفت هذول المعلق طلع اعطيه الكاميرا الكاميرا دقيقه انا لما وقع دقيقه طلع شفت هذول بتطلع اعطيت رده فعل مش عارف كيف ايش هذول خبطت راسي فوق شو بيهم؟ شو هذا الحجر مش طبيعي هاي هاي الصوت هذا بيحكي ها؟ تفضل يا بي اعوذ بكلمات الله التمات مش ما قلق بلش يضيق نفسي دير بالك بالله عليك دير بالك بسم الله
جاء الصوت فوق شايف؟ نعم خلاص خلينا ننهي المغامرة تمام أنا جاهز ننهي المغامرة بدك ترجع لهذا البيت شيء ثاني مرة؟ ولا راح أرجع طيب ايش؟ خلص ننهي المغامرة ما بديش أرجع طيب في مجال إني أعرف ليش؟ خلص بدي أطلع يلا تعال ايش في خلص لو أنا وياك لحالنا ممكن بس معنا مصور خلص تعال بعدين تعال اطلع اطلع تعال